إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم. اليوم بدنا نحكي عن الجلوة العشائرية وعن العطوة العشائرية وعن مجموعة من المصطلحات والمفاهيم الموجودة بالقضاء العشائري وبالقانون العشائري. قبل فترة بسيطة اجتمع وزير الداخلية الأردني السيد سلام حماد مع مجموعة من شيوخ ووجهاء العشائر الأردنية، وصار اتفاق بينهم على تخفيف مدة الجلوة العشائرية وتخفيف عدد الأشخاص المشمولين بالجلوة العشائرية. خلينا نحكي عن الجلوة العشائرية بداية. الجلوة العشائرية هي انتقال أهل الجاني أو أهل المعتدي من منطقة إلى منطقة ثانية بعيدة عن أهل المجني عليه، وطبعا بتم الحكي هذا تحت إدارة وترتيب الحاكم الإداري لهذه المنطقة، يمكن يكون محافظ أو متصرف أو مدير ناحية أو مدير قضاء حسب المنطقة والترتيب الإداري الموجود فيها. طب كيف اجت الجلوة العشائرية؟ الجلوة العشائرية من القانون العشائري والقضاء العشائري اللي كان موجود قبل قيام الدولة. احنا يمكن حكينا بحلقات سابقة كيف انه الخلافة العثمانية كانت تدير هذه المناطق بنوع من اللامركزية، يعني في شبه نوع حكم ذاتي لهذه المناطق، وكانوا شيوخ العشائر والقيادات الدينية هي المسؤولة عن إدارة الأمور بهذه المناطق. فبالتالي الجلوة العشائرية كانت موجودة في هذه الفترة لأنه العشيرة كانت مسؤولة عن سلوك أفرادها، فبالتالي أي خطأ أو أي عملية قتل أو هتك عرض يقوم فيها أحد أفراد القبيلة فكانت القبيلة كلياتها تكون مسؤولة عن هذا الموضوع. طبعا الآن بعد قيام الدول، والفكرة أصلا الفكرة من قيام الدولة هو مبدأ احتكار العنف، يعني جهة واحدة بس مسؤولة باستخدام العنف اللي هي الدولة، جهة واحدة اللي بتحبس، جهة واحدة اللي بتحاكم، جهة واحدة اللي بتعدم، فبالتالي استخدام العنف يجب أن يكون منوط بجهة واحدة. والآن إضافة إلى ذلك اللي كان الأمور اللي من الأمور اللي كانت تدعم وجود الجلوة العشائرية طبيعة حياة المجتمعات في هذه الفترة، لأنه المجتمعات كانت مجتمعات بدوية تعتمد في حياتها على مبدأ الترحال، فعملية التنقل من منطقة لمنطقة كانت سهلة جدا، بس انك هد هالبيت وخذ هالحلال تبعك وروح من منطقة لمنطقة. فبالتالي عملية الجلوة كانت عملية سهلة في هذيك الأيام. أما الآن بعد قيام الدولة وبعد إنشاء المدن ووجود ما يسمى الأسواق التجارية أو المناطق التجارية أو المصالح، فصار من الصعب الآن تطبيق مبدأ الجلوة العشائرية. طبعا احنا بالأردن يعني سنويا بصير عندنا من 10 إلى 12 جلوة عشائرية، وبتصير كانت تصير للجد الخامس ومرات كانت تصير للجد الثامن. فالآن الاجتماع اللي عمله وزير الداخلية حتى يقلل مدة الجلوة إلى مدة سنة واحدة فقط، ويقلل الأشخاص المشمولين بالجلوة العشائرية اللي هم أهل القاتل اللي هم أبوه وأولاده فقط، ويكون رحيل هذه العائلة من لواء إلى لواء ما يكون برا المحافظة. وفي وثيقة وقعتها مجموعة من العشائر الأردنية عام 1986 تحدد الجلوة بالجد الثاني فقط، ولكن لحد الآن يتم تمديد الجلوة إلى أكثر من الجد الثاني، ومرات تصل إلى الجد الثامن، وصارت مرحلة بالأردن جلى أكثر من 300 شخص من منطقة معينة لأنه الجلوة كانت من الجد الثامن. إضافة إلى ذلك أنه قانون العشائر بالأردن التغى عام 1976، ولكنه لحد الآن تطبق هذه الأعراف اللي هي الجلوة العشائرية والعطوة العشائرية. وإذا أخذنا بعض جيراننا من الدول الأخرى، خلينا نأخذ مثال السعودية. السعودية ما فيها النظام هذا من مرة. السعودية إذا واحد بذبح واحد الظهر بتلاقى أبو القاتل وأبو القتيل صلاة العصر ولا واحد مستعد يتعرض للثاني ويتدخل للثاني، خلص بتيجي الدولة بتأخذ القاتل وبتحطه عندها، في لهم ظروف معينة، يا بتدفع دية يا بتصلح وبتأخذ دية، يا بتصلح وبتأخذ دية، أو بقتلوه أو بعدموه، وهم بسموه القص. فالآن ما فيش عندهم أي وجود لهذا المبدأ، مبدأ الجلوة العشائرية. طيب هسا بدنا نحكي عن العطوة العشائرية. العطوة العشائرية هي باعتبار هدنة ما بين أهل القاتل وأهل القتيل أو أهل الجاني وأهل المجني عليه، وهاي العطوة لها أنواع، حتى وهاي الهدنة تأخذ حتى أنهم أهل الجاني يرتبوا أوضاعهم وأنهم يقدروا يرحلوا من المنطقة الموجودين فيها أهل المجني عليه، وهاي العطوة لها أنواع. أول أنواع العطوة يعني وبتكون هاي على السريع بشكل مباشر، عطوة بسموها عطوة أمنية. هاي العطوة الأمنية مدتها 3 أيام و3، هاي بالعادة تأخذها الأجهزة الأمنية اللي موجودة بالمنطقة هاي. يمكن كثير صارت حالات وشافوا ناس أمور زي هيك، كأنه أول ما تصير حالة قتل أو حالة اعتداء من هتك العرض
بيجي مدير الشرطة بالمنطقة أو مدير المقفر أو كذا على أهل المجني عليه، وبأخذ عطوة بسموها عطوة أمنية اللي هي مدتها 3 أيام وثلث. والنوع الثاني من العطوات هي عطوة بسموها عطوة اعتراف، وهاي العطوة بكون أهل الجاني معترفين ومستعدين لدفع أو لتكفل كاملة الحقوق الموجبة عليهم جراء قيام ابنهم بهاي المشكلة. والنوع الثاني من العطوات هي عطوة اعتراف، وهاي العطوة بكون أهل الجاني معترفين بأنه ابنهم ارتكب الجرم هذا، وهم بكونوا جاهزين لأي حق أو أي حكم بفرضوا عليهم القضاء العشائري. وفي بعض العطوات الأخرى مثل عطوة بسموها عطوة تفتيش، وهاي العطوة بكون الجاني غير معترف بارتكاب الجريمة، ولسه في تحقيق ولسه في تقصي بالأمور وتقصي بوقائع الجريمة والأحداث اللي صارت. وفي بعض العطوات الاخرى، يعني في عطوه اخرى اسمها عطوه حي ميت، هاي عندما يكون المجني عليه لسه ما ماتش بين الحياه والموت، وهاي تعطى كمان لاعطاء مهله لاهل الجاني حتى انهم يدبروا امورهم او يدبروا اوضاعهم. وفي بعض العطوات الاخرى بسموها عطوه ناقصه، هذه العطوه عندما يقوم اهل الجاني بتشميس او بالتبري من الجاني اللي قام بهذا الجرم. طبعا نركز على نقطة أساسية، أن العطوات تكون في جرائم القتل وهتك العرض فقط، أما جرائم السرقات أو جرائم الحقوقية الشيكات والأمور المالية ما بكون فيها لا عطوات ولا جلوات ولا الأمور اللي زي هاي. نتمنى أنه الله يبعد عنا شر المشاكل، والله يبعد عنا شر اللي بسموها اللايذات، الله يبعد عنا وعن جميع المستمعين شر اللايذات. وبحب أعيد على الشعب الأردني والشعب الإسلامي العظيم بمناسبة طبعا 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 بحب انوه لنقطه، انه العطوه والجاهه والامور والقضاء العشائري يهتم بحوادث القتل وهتك العرض، اما حوادث السرقات وحوادث الامور الحقوقيه او الشيكات او الامور الماليه ما بكون فيها لا عطوات ولا جلوات ولا حتى اي. وبحب انوه لشغله، انه امور العطوه والجلوه والقضاء العشائري هاي الامور موجوده فقط في قضايا القتل وهتك العرض، اما قضايا السرقات والقضايا الحقوقيه ما فيها عطوات وما فيها جلوات وما بتدخلش القضاء العشائري بالطريقه هذه. نتمنى ان شاء الله السلامه لجميع مكونات الشعب الاردني. وحاب بنهايه الفيديو اعيد على الشعب الاردني وعلى الشعب الاسلامي جميعا بمناسبة رأس السنة الهجرية، وكل عام وأنتم بألف خير.